في سؤال كان المفروض اساله لك اول حاجه، جبنه جه منين وبتاع، صح كده ولا في حاجه تانية؟ ما هو ده، ما هو ده لسه بيقول دلوقتي، هو جبنه جه منين؟ وده سؤال منطقي وطبيعي. طب والاسيست ده جه منين؟ طيب والاسيست ده جه من جبنه. جبنه بقى جه منين؟ لا انا من منطقه شعبيه. بس هاتوا لنا يا جماعه الاسيست ده حلاوتك. لا لا هاتوا من الاول، عشان هو في حاجه اتعملت بالرجل ما حدش خد باله منها. هاتوا من الاول عشان في لعبه حلوه. هاتوا الاسيست بقى نفسه، هيجيبوه اسيست خطير. مش هسيبك لما تجيبوه لي. جبنه بقى جت من اهو، يلا كمل بقى كمل. خطير خطير، فتحت بطن رجل عالميه عالميه. جت منين؟ انا من الكتكات، من الله. من امبابه. الله ارجل الناس حبيبي، ربنا يخليك. فانت عارف بقى المناطق الشعبيه دايما بيطلع فيها بقى، لازم تاخد لقب، لازم لازم تاخد لقب. لقب يفضل لازق فيك طول حياتك. فابن عمي بقى ايه، وانا صغير كده كنت مبيد شويه وبتاع، فبقيت جبنه على طول. عشان مبيد شويه انت الجبنه على طول. والله العظيم حاجه صعبه. بص يعني الاسم ده يعني ايه، يعني الناس اصلا ولا بتركز، جماهير ولا بتركز بقى انت لعيب كويس ولا وحش وبتاع، ايه ده جبنه؟ فضحك السنين بقى وبتاع. ماشي بس ما هو جايب لي كل حاجه وحشه والله. لا لا بالعكس، لا 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 سامي ده على فكره. طب هقول لك حاجه بقى، يعني مثلا ايه، يعني اكتر لعيب او من اكتر اللعيبه المحفوظه في المقاولين جبنه، خلاص يعني هيعلم في ودان الناس. بالعكس ما هو يعني طبعا محمد رزق نجم كبير، بس ما هو في كذا محمد رزق، في كذا كريم، فعادي تعدي. بس جبنه هيفضل يلفت الودان والنظر، فدي لا انا شايفها حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ما تزعلش منها يعني، خليك جبنه. انا اتعودت يعني خلاص، انا كده اصلا يعني مثلا ارتبط اسمي يعني احد الانديه مثلا الكبيره وبتاع. الناس ما يعني الناس مش مركزه هو جبنه ده لعيب كويس ولا، يعني ما تقيمنيش ان انا مثلا لعيب كويس او لا. فلاقي الاسم يعني فاهم اللي هو ايه، في تريقه وبتاع مش عارف ايه. لما ارتبط اسمك مع النادي الاهلي مثلا، فطبعا السوشيال ميديا كلها قعدت تراقب بقى مثلا. ف يعني ما انت كان عندكم شطه مثلا في الاهلي عادي يعني. عادي. كان كشري في الاهلي برضو عادي. لا ده ممكن اقول لك بقى اسماء، بقى اسماء بلعيبه اكل، محمد كمونه وسمير كمونه وعبد المنعم شطه. لا هتعد تلاقي مثلا، وكانوا لعيبه كبيره كان طبعا. لعيب في الاهلي اسمه كابتن احمد عبد الفتاح كفته، يعني اسماء يعني ممكن بقى نعد بالكتير. يعني نعمل اكله دلوقتي كده حلوه. ده احنا قبل كده لعبناها، كان معايا زمايلنا هنا وقعدنا نلعب لعيبه في مصريه باسماء اكلات، وجبناك برضو. لازم. جبناك في لازم.